سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كلنا تونا أكسان خارج شرفت لي وسيد عبد الرحمن ومرك الله إذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكسر دواد عشر كان معنا إن شاء الله تعالى واحد مدعين أي مالك تدرك صومالي لا تشان قاعدة يعني عشرة دي يعني كبحيي يا جوج وما جوج تذكر أي مالك تي تسيد يعني قول الله سبحانه وتعالى يبرئ فانسية إن تدرك صومالي إن واحد مدع هذا يسوف عميا كل كار تطبعن بأخيار مالك تي بل يتصور صديقنا وحيال كله وعلمية كله ويا جوج وما جوج كقاعدة كل كار ما أنتوا حكاه الدور ناس لقتي القرآن كي الله سبحانه وتعالى لا بد يربو الشيء مقع يا جوج وما جوج لا صورة بلو شيء صورة كوباد وصورة قعان سنة وليدات وصورة الكهف وتقنا والله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض ومعنى ذلك يا جيران سمع تصوات عص عيد الله هذا الشيء وحوي الله سبحانه وتعالى والله ريان معناها تاسوا سورة الكهف طلباتنا وسورة المعركة سورة الأنبياء سورة كل تنادى الله سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حد من ينسلون طبعا يدبر وشيء صمع كل كا شهيدك وبعد سورة الكهف تذكركم مرصع حسي الشيء واحد تذكركم ربان سورة الأنبياء قرية ذو إلهي لي سبحانه وتعالى دتك يدي من هالجني قرية ذا سوى حي تهيب على غمر ما وعن علمي ذو وين دتك مسلم كلا قرية كل كا هدول هاي رزمانتا وحنين تصدونا قرية ذا والله سبحانه وتعالى قرآن كخش يجي قرية ذا والله سبحانه وتعالى قرآن كخش يجي يعني تصدونا ماري تقرية تين ليجي أف صومالي قريو لنا عكلنا الصومالي قدانو قروا حوية مقالو سو حقرتين معها كولكا قرية دان ايا اي دادكو كامرمين او بلومب بضان معناها لقد عيين اي سنهين قرية داني بيت القدس بيت القدس انجليز اما لاتينكا جيروسلام صوما وحالين تسا يا مانتا ان قرية داسي اي تاي بيت القدس وحان قلو مانتا يا دولة هي دادو ان تس دونا ان اخياري بغرطويد الورنجري بريتش امباير ان الروحان تيا هاي يا جوجي با جوجي صوما ركتان وإياه عين عشر قال الله مركا الله عز سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الله عز سبحانه وتعالى وحرام وحن كحران يالله على قرية قريو أما مقالو أهلكناها أنو هلقني أهل كيدي وي وادت كيدي وي نسسيرلي أما حقيقيا معها مقالة دي قريه وحي ما مقالة وحن سكوير هذا ومقالة عمران وعددك يقريه يحوري ينعني دحتالي يوحي وردن سو مقالة معلدتك دي اللي هل لقي الله وحيه سبحانه وتعالى وان كحربني ان يدي بقصة النقضة المقالة دا يدعى سو حقرتين ما كدب الله وحيه سبحانه وتعالى آية السكاشنية اللي حاد سورة الأنبياء وصورة كل آتنا الله وحيه سبحانه وتعالى مقالة دا ان كحربني دتك دي فقال أيان كحرن مويل الله سبحانه وتعالى أنه هلقني إن يدت كيدي قصون نظان صمع كدي بحر سبحانه وتعالى مقال إذا عدت كيدي مقصون نظان دوران حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج إلا ياجوج وماجوج لفرو أو محيط لفرو وحوي لجبيو دربيجي وكرد السيد الغرنين كرد السيد الواور من سدن كها ماركتي سيرها ها ترب ماشي الغرس سميجي أبركي ورحم الله ذو القرنين كسمي إلا أن يجول ما يجول جبيان والله فرو ماشاس مقالة أنه هل نددك يتقصون نقل مايان هل كما رأيتها
free سو ما أركتان إن مجالدًا داد كيدي الله اللي جاي إنه يسنقصوا النغرين إلا يجوج وما يجوج لفرقوا يو كينان أما يمادان سو ما حد سو يسكو حركة ما أركتان معناها إن دربي يجوج وما يجوج ومركا اللي جبيو إن داد كي مجالدًا نا يقصوا النغران ما يشو دي سو أخيرا قوة إلفانتين إن عشرة دي هو واحد تصيين تربي يدو الغرين سميي لجبيي يا جوجو ما جوج أي نجبي لبدي قبيل أسر كود يا جوجو ما جوج كها ولبنا كلاها جوك تركيس يو نمك اللي يراه ده خزاريس خزاركو وأنا مك إسرائيل شيكتا جوك تركو ركسكنا وقتت كيكا فرعامي بغرتوي ده بسماني انت يسرجو يا نمك يبصر كحكومي تطاب خلاصنا وأنا نمك خري وح الله وح العلم اللي يقصى بسنا يا جوجو ما جوج عشرة ده كنا غرما يو وحان في لا يعين هذه لجرات كلها and سألتني خياري we already established أما هري وحان أنت حقيقي وقت النبي صلى الله عليه وسلم إن تربية القرنين الجبية وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنا حديثي ندي شيء وحديث كبير حديث كان يسوع رسي and ما ركتي سيد بنت الجحش رضي الله عنها هنا تري سوى سوى ذلك من آية رسول صلى الله عليه وسلم سوى ذلك أحسن بوردة كسب بوردة كدم نقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لا اله الا الله اله من الهك المجد حق لو عابد ويل للعرب عرب على قبر صومالي من شر قد اقترب شرت سو دواتي كدبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سو موجين فرتي ساي يسولك ما انت تربيد القرنين سمي سدنك مغعي ود القرنين كشي واحد رسول وشيغي وحي ما انت انتاس الا قبل لجبي وحان دين شيغي ان انا استعاليا ان كمبيوتر سوفت وير كالندر كونفرشن او معناها كالندر رضا تاريخها اسكو بدلا إنا أنت صين نبي صلى الله عليه وسلم وجوه مكة ودو سميني عمره أنا هيد بشي كويتون هذا مسلمين تو هذا اللغة على سنة كيتو طبعا الهجرية بس لما كان أخو بيجند بشي زدحات أما مارسو تاريخ الجرو غريغا ما يروبي عنك إنا هيد لحب قصة على عاتن كل كتاعي هذا شكله منجلو ماشي دير بيجنا واحد هيد داري الباس ماشي اللي له ريج الباس معنيه هو عمرين وعمرين نفس مالك واحد اللي راحنا عمرين جير أنا دولا هيدين يروه يهاي مال دادعة مال كارينا ما قاعد أصلا ما نسمع الله كلك ما إيش هالسنة وداري الباس بالي له هذا داري أنا وحوية وحلا وما قاعد أري وبغر كم هذا بغر هذه نما كي بيرشيا كي إيراني قلوا رجلي أو دور جير نما كي يجوز وما يجوز جت قال قال آخر كني يقعد لي سو ما ركتا سو حاجة رتين مع كلك تاس تاوان حبنا الباب كي دربي ما يشوا هاي وقت قال فري ما أنت مرك وحنت صايا إن مجالنا قرية القرآن كخجرت ألوهم رومي إن يكون تي تهاي بيت القدس بين صايا مرك مرك سبحانه وتعالى مركا وحيري قرية داوان كهل جنين تدكي ذي يدي بأنه هل جنين يدي بوسو نغضان وأنه كم النوع عني قرية دا أنه هل جنين يا مجالة دا أنه هل جنين إن يدي تدكي ذي يدي بوسو نغضان إلا هي جوجو ما جوجو لسود دايو صماها كدب نوحا نسين يا جوجو ما جوجو لسيد دايو وقت جنبي هل كان نقبل لغنا مركا كدب الوحر سبحانه وتعالى مركا يا جوجو ما جوجو كدب لسيد دايو بحانا على الوحر سبحانه وتعالى وكل من حدم ينسلون لما أنتوا نوح كسر دار عين مال دادجا دادجا هرنا وانت كش رحي وحويا وبيذا يمادا برق الدحية وبيجا فرادي دجلة سوريا كي مادا على سوريا كسر قال عن برق الدحية دولك عربتها وحي كي مادا تركيا بيها نوح كهلا لاجها فرها بدن بورها كوكسكا أما ماشان يجوج دول غرنين ودرب يجوج ما يجوج كده سير لاجها كي مادا دورن حاجة نوصل شو بنكر كرب كي ماريا نورتي كي ماريا حاجة كونفور بي ماريا سيدوك لي موكسونتين إن هو بيجي النيل سديد ودنا أفريقيا سو سومرة دينا سجالة هم بقى وسجن بيها خصوص هو بريك نحو مدكترين يعني كهلك هو ودرو بدأ بدأ مدكترين يعني كمشى ودرو كوكا فلو حن ما أنت ينتصر يا مركا قرية نوالي سبحانه وتعالى وأنا كحرمني قرية ذا يدد كذي له اللي جي يعني دي بقصة رمضان دول كودي إلا يجوز ما يجوز السيدة وحن ما أنت ينتصر يا دولة هي ذا قرية ذا سيا خياري وحوي إن أي تاي بيت القدس عدينه ويران الله آيات بني دين كيري دورا آيات دكوا بدن قلنا وحوي وآيات الله بقول كنتني سجالات سورة البقرة هذا بليست آيات اللي بحكي ورهم إنسان إنك لدين كهرب إسرائيل هرب إسرائيل ها الأورنجري عسير عسير بالأورنجري نكاس إنجليز كان لاتين كوحال إلى هذا أسرع هل كان أقول إنه وحال إلى هذا خياري مجي عيسى
أسرى صومالك تان أسرى نكي لورن جري ويان وعلمت ريبن إسرائيل ها سورة كلا قرآن آية كلا والوشي وليه سبحانه وتعالى وغالت اليهود عسير بن الله سبحان الله إنه سعيد هذه مركا وسورة سعيد الشيقي البقرة سورة اللواضة آية اللواضة بغل كنتنيو السقالات الله وحي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية أما كي صومري مقالو قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها يدو مقال داسي خاوية على عروشها أي سكدنتي معناه مقال سكدنتي كي يدو باباسا أي نكاس صومري عروش وحكتي من عربي قال عريش أما دسمي صومري دينو عنك عريش وكذا مقال دسمي هذي وحيد نسكدنتي أي صومري قال وحويري أن يحيي هذا الله سدو إله سبحانه وتعالى وصو النولين وصو النولين مقالة تم معناها مقالة بعد موتها مركة لما تكدب يساو بابا لي كدب حاد علي الله سبحانه وتعالى فأماته الله يكدبنا إلهي ما ننكي دلي 100 عام بغل سنضوت ثم بعثه وكدبنا وصو النولين وصو صاري قال إلهي يقول سبحانه وتعالى كم لبثت إمساد كنا إمساد وحليري موتني معناها كنا قانيت قيريدا إمساد كجلتي وكالي معناها قال بحير لبثت يوما أو بعد يوم وحان كنا قان ساسها ونغناها وقيريدا كنا معناها مالن أما مالن بركي قال رب يقول سبحانه وتعالى بل لبثت حسيا شيء واحد جوكتي وكنا قد جريدة سمعناها 100 عام بقول صنو أيادو حالي الموتنيد إيه فانظر إلى طعامك في ربال العنطادة وشرابك يا عبتانك هاي لم يتسنه إيهو أنا غيرين أو أنا سبدلين عنطادة دي بيها هاي حالي بل فيري ما هي نسبدلين وحاكل الويري وانظر إلى حمارك دميرك هاي فيري بسجنا سومارك ذلك دمارك يا الله سبحانه وتعالى ولنجعلك آية للناس سيان ودي إنه آية تذكر سيدتك آية لغة دي معنا علامة دالين لسون ولي بعوضنا الموتني إن بيها جي عن تدا دينا أيه ونس بدلهم كوي جي الآن كذب الله سبحانه وتعالى وانظر إلى حليلي وانظر إلى العظام في ربالي السدا في ربالي وانظر إلى العظام في ربالي الغلفاء كيف ننشئها سيدي سان وصو وسكوسو ورورنو سان لفاه سكوسو ورورنو معناها لفيه دمير كيسالي اللي يفيني سان وصو ورورنو سكوسو ورورنو لفيه بالسكوك يعني يوي ثم نكسوها كدبنا انو ويندونو انو دوري دونو انو ساري دونو لحما هيرب كيبا لساريا مخاركي يو مارك تجيركي يو فلاشكي يوحي عدم بالكور ساريا كدب واحد عضي فلما تبين له مركي يعربيه كل عدادين سيد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عن تدي زعبتان كيسونس بدل الله فيه دمير كيس سيس كوي ما دين سيد الله فيه دمير كيس والله فقي غلفوف كلي ها سكالتون ها سيل الله صار يهرب ودي بي واحد من الله وهم سبحانه وتعالى كدنا النولي عيدا الله بما كوا عداتي قال حويري أعلم أن الله على كل شيء قدير حنوق هذه إن إلهي سبحانه وتعالى وحك استعوذ أوكي نك هذا علماء تفسيرك ابن عبد الله ابن عباس كل علماء دواوين مسلم كا مالكتي اصحابي علماء ها تابعين علماء ها يكو ما انت جوجا دما انت وحسب راعين انه نكازي ها نك لورنجري عسير عربي عسير 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 با انجليزي ها ما قري لا تكر لي اذا اسرع وحي كلا اسكو راعين ان مغالدهس اي ولي سبحانه وتعالى او كل الذي مر على قريه ان ايتهاي بيت القدس تاليه شك وجرو هذين تقول سماه إن الله سبحانه وتعالى إرجع قريه واستعاله بيت القدس كو بوينت هل بوينت سماه هل نبي سماه في آية الأبد نحوي سورة الأعراف سورة التضاد آية بقول كويل هذا الله سبحانه وتعالى عبد بالله نشدار جيم العقور رمي رهب إسرائيل مكي لي مجال البيت القدس قاله ومارك تساس وكله وإلى عبد وكحمدي تساس الله سبحانه وتعالى ويد غير لهم مركي لويري ويد غير مركي لويري لهم رب إسرائيل ويان لهم إيجا اسكنوا هذه القرية كنا قاعدة قرية وبيت القدس وكلوا منها حيث شئتم كان عنا لي مجال ذا مال الله ما يشاء دونتان
وقولوا حطة وحانت إلى هذا حطة إلى نود مداف وأن توبت كأن إله حمانت أنا قتر تر وتوبت أنا ذا قبل وحكوا له اللي يري وادخلوا الباب سجدا الباب هذا مجال ذا بيت القدس جروس لأن واحد قشان يدينكو سجود سن قال له سبحانه وتعالى أنت أكذب نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم بالي أنت أكذبنا وانودين دم دافنا وانودين دافنا قففك يدم يدنا كدعاء قال له الحبيب سبحانه وتعالى سنزيد المحسنين وننزيد دونكم محسنين تعالى مركا سو هذا ماركتان لبن بقى لبد جير وإله سبحانه وتعالى وبيران ويجيا وبيران هذا لبد عصان يدين كأن عين عيدا وبيران إله سبحانه وتعالى حرف قرية وهذه كسدي بيت القدس سو ماركتان مركا هدول إله يديره ويجي هل كأوحى كعد إن هدول إله يديره ويجي قرية أيتهاي إن قرية ذا سعيتها أخياري بيت القدس قرية ذا قرآن كالورشيغي وبيت القدس وجيروسلم وهذا ركتين نغجر إليه سبحانه وتعالى إريك قرية واستبعالي مقال ذا بيت القدس صوحة قرتين معه كلك سؤالي سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا افتحت يجوج ومجوج وكل من حدم ينسلون الله سبحانه وتعالى وان كم من نوعين قريه وان وهل اجني دد كيدي يضوا ان دد كيدي اهل كيدي دي بوسو نقلان مقالة داس الا يجيج مجيج لفصعو او فتح لفروي معناها لغفرو تربي اما يوا فرو نجبي انا مسيك لا فرو وغادنا تربي جام جسوا مركا واكي ان دول قرنين رحم الله يري ان فاذا جاء وعد ربي جعله دكا مركو يما دو وعدي يهو ربي جعله دكا بابا بو كدغيا سو الى كفر يغا يو لكن واحد اسمه دانين يو كجبيان إله ما كفر يسمع مركا قرية دي هذي تاع بيت القدس وعين هذا بس قوات مركا قرية دي دت كسون غريان إيه هدول له هدي روي هاي دت كسر عليه وعين يجوز ما جون الله سمع رك على سبحانه وتعالى قرية إنه هل جنيد دت كذي يدو أهل كذي كسون غر ما يان مجال داس إلا يجوز ما جوز الله فصحو مركا هدي واصل أرجع هذا قرية هو بيت القدس تدخلوا واب بني إسرائيل سو معها حتى كذا اليهود بيكلام حين وقاعدة ما عن يهود إلا شم معها تدخل بين بيوش يا جماعة يرى دويل كم إذا ولش النبي عقوب ولو نجر الجورة يا اللي جوا حكم نجره واب بين كسران وجرا الله سبحانه وتعالى والذين هادوا كوي يهود وببالي لمدين كوي بني إسرائيل كها لمدين وحالي والذين هادوا إرجع هادوا وقال واسيل عن المسلمين تدخل نقانو خوارجين أما ما جاية إنه وقية إنه في القوين كسر المسلمين تقار كمذا marka erigi yahuud ma aha dalasho waa kuwi dambaabi kolka yahuudi bin israayil tu wadanka ku soo noqday qaryadii waa inay xiriirku keeno dadka keena iyaga inay yihiin yajuj majuj okay aynu fiirina marka kadib markii ma aragtay 624 meelaha miilaadiga hadduu leedin ruuxi yahay ama وكذي سنتكي ماركت هي سنتكي تبنادا ما كوي تبنادا مسألة أنت على الشيء قا هجرية ده أدو إلا سنتكي تبنادا ما كوي تبنادا هجرية ده يقبضين ماركت هي أما دوري تبنادا يقبضين خلفادي دولتي خلفاء الرشيدين هو جابني عمر بن الخطاب وكي بيت القدس قبضين بيت القدس هو حايستني من الرومان كا كذي إلا وقت قا إلا يو تاريخه مركي هاي كون ميلادي قا مركي هاي مسلمين تايا استكدي بنا كن ميلادي جمرك يعيد أيام نمك يكون السيد كلورنج ريو يوروبيا كها وارنورديكا وارنورديكا واسكندنافيا وعدد كن مارك تي فايكين عدد كنوروي يوسودين عدد كويا ويا نورمان كيد ليدين شجع وعدد كاساق بصري كدي بنا واكيس ان سلاح الدين أيوب وكعيي ان كن يبغالي وسقاشني سقال مارك يعيد هذا كن الله بقول ملا كدوات كي kadib laga bilaabo kuuni qarnigii 20aad ilaa iyo hadda dhaw qarnigii 20aad bilowgiisii horena waxa ay haystay muslimiinta soo waxa garteen ma kadib muslimiinta markay taariikhdu ahayd 1900 akhyaaray 17kii ayaa laga qabsaday waxaana ka qabsaday boqortooyada ingiriiska ama british empire soo maarkaan marka british empire marka goorba reer bani israayil ku soo noqday wadankii waxay ku soo noqday 1917kii 17kii
dagaalkii koobaad wuxuu dhamaaday 1918kii fiiri dagaalka koobaad waxay nimanka ugu rideen inay qabsadaan Peter Woods kaliya shaqo kale ma lahayn markuu dagaalkii la joojin waayay dhowrka sano ee la soo dhaafay mar alla markii ay qabsadeen 9 bilood gudaheed waa u dhamaaday dagaalkii soo waxa garateen maaha wali 6 bilood kadib way joojiyeen samar 1918kii waxa dhan kaas u ahaa ay u socdaan kadib markaa reer Israel soo kubay soo noqon ama nimankii Yuhuud ahaa ogow hadda boqolkii sagaashan Yuhuud maanta jirta asalkoodu waa Yaajuuj iyo Maajuuj casharadii hore ma shaqeeyay laakiin qabiilo badan oo reer Israel ah ku tarsamay waan isku milmeen labana kala saari karo soo wax garateen maaha marka laakiin aayad waxay sheegaysaa qareeda ehelkeedii hore ee reer Israel ka ahaa oo hadda Yuhuud sheegta soo ku 1917kii kubay soo noqon taamiyan isku hayna maya yaa ku soo celiyay iyaga waxaa ku soo celiyay nimankii la oran jiray British sooma British baa ku soo celiyay taamiyan isku diidanahay okay Britishka bal marka aynu fiirino Britishna yaa xukuma qabiil waxaa xukuman la yiraahdo English akhyaara meela garateen intaa qabiil English la yiraahdo ayaa xukuma waana qabiilka iska leh luqadda Ingiriiska Fried marka sidaa darteed Yuhuud way soo noqotay qaryadii Peter Woods bay degenaan jireen hore la looga baabiyay way soo noqdeen kadibna waxaa soo celiyay British Empire ka oo loo oran jiray English Soomaa English waa England alright marka waa in dadkan Ingiriisku ay yihiin Yaajuuj iyo Maajuuj kadibna aayaddii saas isku qabanaysa qaryo aanu halaagnay iyadii ehelkeedii ehelkeedii ku soo noqon maayaan ilaa Yaajuuj iyo Maajuuj la fasaxo saas okay fiirsada halkan marka waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa saddex qabiil oo Yurubiyaan ah oo la kala oran jiray Anglo iyo Jews iyo Saxonis saddexdan qabiil ayaa hadduu ilaahay rooyay waqtigii nabigaadu wax yar ka hor qarnigii lixaad ayaa waxay qabsadeen dalkii la oran jiray Roomaanku ay ka kaceen dhowr boqol oo sano ka hor oo la oran jiray Britannia soo ma aragtaan waa Britishka jasiiradahan Ingiriiska hadda inuu naqaan waxaa la oran jiray Britannia waqtigii uu joogay Roomaanka waa 2000 oo sano ka hor soo waxa garateen maaha saddexdan qabiil Anglo iyo Jutes iyo Saxonis waxay kasoo guureen Scandinavia Anglo iyo Jutes waxay kasoo guureen Denmark Saxonisna waxay kasoo guureen waqooyiga Jarmalka ilaa maantadan haddaan kula hadlayo gobol Jarmalka ka mid ah ayaa la yidhaahaa Saxony soo waxa garateen maaha marka saddexdan qabiil nimankii Germanic tribe qabiiladii Germanic tribe ka ayay ahaan jireen labadani marka Viking bay ahaayeen waa asalkii Vikingka iyo kuwan waa walaalo waa dadkii la oran jiray Varangian soo waxa garateen maaha saddexdan qabiil markay qabsadeen Britannia waxaa degi jiray dadkii la oran jiray Celt dadkana la degi jiray soo waxa garateen maaha spacekan ugu yar dadkii la oran jiray Celtic yaa deganaan jiray oo kale ah dadkan Welsh la yiraahdo dadkan la yiraahdo Scots ee Scotlandiga iyo dadka Irishka iyo ummad kale oo la oran jiray Pictish oo ay iyagu xasuuqeen dadkaasi waa dadkii British asalka la oran jiray Britannia dadkii deganaan weeyay ee boqortooyadii Rome dagaal kula jirjiray saddexdan qabiil markay yimaadeen qabiilkani wuxuu qabsaday Nortiga iyo Bariga qabiilkani wuxuu qabsaday Koonfurta kuwana waxay qabsadeen Galbeedka Ingiriiska qayb ka mid a ilaa ay haddadan maaragtay saasay u soo kala degeen kadib waxaa dhacday marka labadan qabiil dagaaladii ay ku dhamaadeen way tirtirmeen kuwani kenti meesha la yiraahay qabsadeen Judeska oo Koonfurta Ingiriiska England labadani waa isku darsameen ogaada hadda hal luuqadna way wada lahaayeen hal luuqadna way leen kuwani ku darsane kuwana xoog batay kuwana luuqadoodii iyagaa keenay la yiraahdo English saasay ku dhalatay luuqadda Ingiriisku saasay ku dhalatay akhyaari soo ma aragtaan kuwan kale waa iska baabi'een labadani ku darsameen kadib nimankan Ingiriishka saasay jasiiradii ku qabsadeen dadkii hore native-ka ahaa ee Celtska ahaana
ويقوميين ويبابيين ويحسوغين سواء قرأت معها مركا صدح لنا حقيقة سوقورين صدح لنا قبيل وحي كمدين قبيل الذي بدنا الأورنجري الأورنجري غوتس في صد المقعة المقعة غوتس بها الأورنجري سواء قرأت معها وحين كقورين بلاكسيقة كقورين وحين كتر سرانجرين بورتويدي هويرين الأورنجري سيتيا خير بلا سلطان انت سيتيا صار هذا ماب كاركتان وانا منك دقي جري دول كان بلاك سيغا ايو كسبيان سيغا ايو حيسا اي كدي بغرتو دي غزاري اي سميان قبيل كان ليدا سيتيا لورن جرين دول كان سيتيا لورن جرين سيتيا ليدا هنا وا قبيل كي عدان كا اصل كا ها يا دو ميشة دقنا انت ايسا قبيل لدن كلي ياجوج ماجوج كا تركي كا ايسان ايمان وحد نو اوغاتا labada qabiil ee yajuj iyo majuj ingiriiska waxa la kala yiraahdaa ama latinka ama saaso kale googan mayga googu waa galbeedka waxa weeye macnaheedu yajuj maygaagna waa bariga macnaheedu waxa weeye majuj marka majujgu waa indheerta ee turkiga een yajujguna waa nimanka cadaanka ee westernka ee tinta gududalle soo nibi muhammad sallallahu alayhi wasallam yajuj iyo majuj tin casiin dheer bay leeyihiin majuj waa kuwa indheer yar ee turkiga cadaan iyo turkiga indheerta isku jira waa kuwa indheer yar أيبت الله عندي وشيك صلى الله عليه وسلم ويري رسول الله صلى الله عليه وسلم تين قدام بليه وأنا ما كان بوي استرين كي يروي عنك سو حكرة ما تد كان مركز سيد يلي ده تد تما عصبي هاي أنت تما قدام بيها وحد عضي بس قال بقول دوري صلوات إنك عيا قول كشينها إن ماركتي إن شينشيان قال لي ده يا وحلاقي هاي تد ما مفاية ما قول فوف على لي وتين قدام في رسول كنورتين يلا في dadkaasi waa dadkayu waa dadkii saytii loon jiray waa dadkii yajuj iyo majuj asalka ah ila sheena ila internet daatsanay xusuusna hadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam yajuj iyo majuj waxa soo jeedan wiilkii nabiga nuux ee loon jiray yaafis sidii indhayarta iyo turkiga iyo cadaanka galbeedka iyo cadaanka bariga dhamaantood wixii maqaarka cad oo dhan ee yurubiyanka iyo dadkii asiyaatiga ee cadcada waxaa dhalay yaasuf baa dhalay yaafis baa dhalay yaafis soo akhira inta meel garateen dadkan kale ee Saudi Asia la yiraahdo ee brown skinka ee indheer laakiin magaarka Soomaalida kale la sida maaragtay haddii la idin ruuyahay ee Indonesia, Malaysia, Burma, Thailand dulkaas iyagana waxa iska dhalay ee Asianka cadcad iyo dadka Hindida halka meel qaatay kulka dadkani qabiilka Goats bay ka tirsanayeen qabiilka Goatsna wuxuu ka tirsanaa boqortooyada loo jiray Saitia oo soo kaani tusay marka la waagno rutiinayaala سيتيانكو نوا دادكي أصل كهاي جيجو ماجوجكا وانا دادكا دقنا مركي وود الغرنين لابا كوني شابو غلو صنو إلا سدح كونو صنو كهر تربيقا وكدي سيوا دادكا دقنا كوا دمان تولكا سيغفر عمين مركا نوان كان غوتس كاليرا هدو يه دادكا انجليش كاليرا هدو يه وانا وحي ولا لا هاين بغرطو يه كلي او مر بير شيا يه ولا لا هاين او لو رجري بارتيا سواحا قرتين ما خياري بارتيا بير شيا يال لقضي سو ما عرقين اي نوان كاني een hadii la idin rooyo ingiriisku way aad iyo aad u jecel yihiin iraaniga iyo beershiyaanka soomaadanka khayaar halka soomaadan macnaheedu ay ilaareen partiya iyo beershiya way isku tarsameen waana nimankii maareeyay hadii la idin rooyo ay boqortooyadii hore beershiya lahaa marka partiyada qayb kamid ayaa guurtay oo godski iyagoo ku dhex jiray guuray waxayna u guureen Scandinavianka waxaana xukumi jiray boqorkoodii oo la oran jiray oo diin سؤال كما ركتنا خياري ودين بالو نجري ودين كو انجليش كا ييغا يكو شيغي و ابوهو دي هوري بارتيا كصور راي بارتيا نوحا يدو قويغا ايران ماشان هادا ما ركتي ادولا يديرو يعني سربجان ايران يو تركمانستان يدول كاسي دي قرائين مركا نمان كان هادا انجلو ساكسن كا ينشيغي جودس كا ودين اوديغاس لورنجري ايا بوركو دها وونا كرراي بلاك سيغا يدول كي يجوج ما يجوج بو كسر كرراي ييغو كترسن nimankii la oran jiray saytiya qayb ka mid ah noqonay goodska noqday waxaa kaloo halkaa ka guuray nimankii la oran jiray franks baa ka guuray oo ah dadka faransiiska qabsaday iyaguna oo yajuj iyo majuj oo magacii dadka meesha deganaa meeshaas goolya ayaa la oran jiray berigii romaanku haystay oo madaxweynihii ninkii faransiiska hitler uu dagaalamay jiraan di gool la oran jiray oo meeshu muxuu ka keenay goals baa la oran jiray dadka waa dadkii asalka lahaa marka maadaama luuqadii dadkii hore goodska ahaa dadkii loo oran jiray goolska ee faransiiska ee ay ula baxeen luqadoodu maadaama romaan luqadda faransiisku jermaanig ma aha waa romaan language
magarati family-ga Indo-European language bay isku yihiin macnaha laakiin Germanic ma ayagu waa Romano Romano waxa isku yiraahdaa Talyaaniga Spanish-ka Portuguese-ka Faransiiska iyo waddanka Romania la yiraahdo iyo saas oo kale adigu madaxa isku yiraahdaa Soomaa marka madama dadkan ay luqadoodu had ee horumarsanay nimankii France loo jiray ee Faransiiska ay qabsaday Paris iyo dulkan oo Greek badanna watay luqadi waxa way ka qaali karaan sida dirtay luqadooda bay qaateen laakiin magacoodii Franka ay waddanka siiyeen waana meeshu ka yimid France kolka France iyo all jeen boo nimankii kale Germanica waxaan ka hadlaynaa taariikhdu waa 3000 sano ugu yaraan dadkii kale Germanic tribes ka ahaa iyo waxaas oo 3000 ilaa 2000 inta u dhaxaysa waayo marba qabiil baa guuray Frankskii markaa dhulkii bay qabsadeen luqadoodina way qaateen saasay ku noqdeen laakiin kuwan iyagu Anglos iyo Jutes iyo Saxons markay qabsadeen Britain markay Britania markay qabsadeen luqadoodu way tirtireen luqadii Scotka way tirtireen luqadii Irishka way tirtireen luqadii Welshka way tirtireen ma garatay warkaygan luqadoodii Ingiriiska hayeen sameeyeen saddexan isku luqad bay ahaayeen ilaa haddan all the Nordic luqadii hore ee qadiimiga ahaayeen nimanka Nordiga oo Scandinavia waxa la oran jiray waa Ingiriiska haddan maanta aan hadlayo deen haddan Norwegian taqaano luqadda Ingiriiska waxa kula ma aha si dhib yar baad u baran kartaa si dhib yar baad u baran kartaa soo xeer waxa garateen ma aha kolka Scandinavia kuwii Gotskii wixii oo dhan baa tagay ilaa hadda jasiirad baa jirta ku taala Sweden oo la yiraahdo Gots Island baa la yiraahdaa magacan Gotsna waxa weeye wuxuu ka yimid macnaha waxaa la sheegaa inuu gobol ku leeyahay ogaada hadda Yajuj Majujka waa magacoodii hore hase yeeshee nimanka Hebrew-ga ee fasiray ayaa iyagu waa sida masaarid oo kale xarafka jiim jiim kama isticmaalaan sida darteed Google may Google iyaga geliyay soo waxa gartan waa magacu waa Yajuj Majuj kolka marka Faransiiska iyo Britiska dhammaantoodna waxay ka tirsanayeen boqortooyada Zaytia waana waxayna kasoo farcameen Yajuj Majuj bay kasoo farcameen waxayna deganeen Black Sea-ga boqorkoodii hore ayaa raray oo loo jiray Odin oo dhulka Nordiga iyo meelaha uu kala qaybiyey kadibna saddexdan qabiil saaridii sheegay boqortooyin dhulkii dhulkii ku jirtay boqortooyada Roomaanka loo jiray Britania oo hadda waddankan Britiska ama England iyo Scotland ayay qabsadeen soo wax garteen ma dhammaantood halkan ka guureen marka lagu soo celiyo 1917kii marka 1917kii marka nimankii Britishka ahaa ayaga hadda magacu way qaateen baan ku yiri asalkoodu waa saddexan magac baa la oran jiray iyo kuwii kale ee la oran jiray Frank ee Faransiiska ahaa Frenchi meeshu ka yimid weeyaan iyo Viking ahaa iyo wixii oo dhan ahaa iyo Yajujka Majujka Germanica cadaanka ahaa waa kuwa sida hadda maanta NATO yihiin NATO ugu hadda ummado fara badan oo Germanica ahayn baa ku jira Hungary baa ku jira Turki baa ku jira wadamo badan East European baa ku jira oo Slavica waa dad la haysta kuwaas waa meelaha banaan ku buuxi laakiin NATO gebigeeduba waa Yajuj Majuj oo nimankii Nordiga ahaa la oran jiray Germanica Mareykanka aad maqashay dalka Mareykanka la yiraahdo cadaanka marka la kala qaado boqolkiiba 55 waddanka Ameerika la yiraahdo cadaanka degaa waa haduu la idin roo yahay waa Jarmal soo wax garateen ma boqolkiiba 13 ka yar ayaa ah Ingiriish soo ma aragtaa marka markii Mareykanka luqadda la ofishaalka loo sameeyay waxa la isku qabtay English iyo Jarmalkan uu kaanu bixin lahayn Ingiriishkii ayaa 18 cod helay Jarmalkii wuxuu helay 17 soo wax garteen ma joornaalada Mareykanka oo dhan iyo media Mareykanku jarmal buu ahaa ilaa dagaalkii koobaad kadib markii nimanka Yuhuuda ay isku direen boqortooyada British Empire-ka iyo Jarmalkii waayo Beytul Quds bay rabeen markaa Jarmalkii xagga Turkiga la mariyay waxaan oo dhan waa game waa kubad la ciyaaray oo kale nimankan iyaga ayaa kala habeeyo yiraahda dal heblo xagaagal dal heblo xagaagal kadibna waa la isalaa kadib markii Mareykanku isna dagaalkii koobaad 1916kii uu ku biiray ayaa luqadii Jarmalka la noocay iyagoo la dacaydeen oo leeyahay ma luqadii cadawgan ku hadalaa Jarmalka waa laga tirtiray waa la haystayaal Mareykanka cadaanka aad maqasheen boqolkiiba 50 waa Jarmal soo xagga waana necessary la hadda Jarmalka lama dhigi karo waa Jarmal caadiya sida hadda Jarmalku uu yahay waddanka ugu badan qaarada Yurub akhayr meel garteen intaa kolka British Empire marka waxaan tusaynaa asalkoodii Yajuj Majuj yihiin oo boqorkoodii oo diin loo oran jiray uu ka raray Black Sea-ga waddan waqti hadda 3000 adigu ilaa 3200 waqtiga Bani Israa'iil oo kale in laga raray halkan ay jasiirada qabsan iyo Yajuj Majuj yihiin kadibna iyaga nimanka Franka loo oran jiray oo Faransiiska la baxay iyaguna Yajuj Majuj ayaa soo celiyay Bani Israa'iil 1917kii بيت القدس بيك يعني سيدا درتيد وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا يفتح يجوج وماجوج وكل من عدم ينسلون واكا
كنت كسر أبو طيط وانك سكر كم يسود دين وغوي كم يمان وإني منك دولك كم يسوع علي سو ما أركت عن خلك أبو حق الله نسي غريض وين يتعي مجال البيت القدس وين يتعي إني من كان أيانا كسر علي سد حدا قبيل تاريخ تود بعدها يسمى جرتو أري وقت الأر بيقو قاتين عن هرو أصل كودي سد حدا ودون هالك إني كسر جيدا يكون فرانكا وحتى فرانسيسكا كوا اللي جاء ذا كوان ترياني جيجا قبيلة قبصة سيا قبيل لومبارد لورنجري قبيل كلوفاندلس لورنجري لكن يقول لغدو ده هو رومان كان رومانو لانجوج نواي هايستان و إيطاليان لانجوج هاي تذكر دنا ولي وحيو بديهين تذكر هو رينك سو عدان كان يمكن يجيجو ماجوجو كقبصة دي وحلا وحي بربري لورنجري بغرتو يدي روم لطع على ماي واي يجيجو ماجوج وانا كوا لوري إن مركز تسواتا وحنا كل دش الجيا إلهي سبحانه وتعالى نبي نوح كذب أدون كسد حديث ويل بوغيلي سيدا درتيد een adigu 8 kun sanad dunida ugu horeysay waxa dunida xukun xamitig race waxa la doonaa xamitig race oo qoomeedii xamitig ahaa sida Soomaalida hore loo jiray buunti dadkii hore loo jiray dule hore masaridii hore dadkii kuushka loo jiray Soomaalida duwa buunti kuush ma waxa ingiriiska dacayd sameeyay rumeenina laakiin kuushii buunti halbay ahaayeen kadib iyaga umadaas waa qooqay Nimrud waa iyaga Fircoon waa iyaga waxa la wixii qooqay dunida hore kharibo dhan waa iyaga een qabiil ka mid ah buntigana iyo jijuu baajuu bay galeen oo hadda luqadan usbeeg la dhawo dagan usbeeg la dhawo oo luqadii oldigii turkiga ku hadlay iyo badan oo Soomaaliya ku jira soo qabiil Soomaaliya usbeeg galay bay dhulka galay soo waxa garteen ma akhyaray ogeeda hadda umada hadda turkiga badan ee boqolkiiba 90 dadka turkiga hadda waa muslim laakiin asalku fiiriyay jijuu baajuu ku dambiila ma aha in qof kale jir dambiila noqon yahay iyo jijuu baajuu yahay maya jijuu baajuu ka dambiilaha waa ku xun ee gaalada dhulka fasaadi asay yeeshay يجيج ماجوج بدن واحد إلى مصر النقضي وإلهي رومي وتوحيد كخاطي يجيج ماجوج ورد على الشهان همودين بقن معها مركا لكن فساد كودي واحد كسف وس ميان مركا إلهي رسول جديد أنا روميان قال مغوان حقيقي كلمة دين الله قال ما قال دي شيطان يجيني واحد قالي تد كانت عادي معها مركا وقتي فرعون وقتي النبي موسى فرعون بوجودن بيبغر دم بيا وغلاد يحميتي الأورنجري قبيل كي بونت الأورنجري قبيل كي مصاريد الأورنجري تدكي هندي الأورنجري تدكي ليبي الأورنجري وما ذي ريح حميتي جاي هراء ها هي خطرتها فرعون بوجودن بيبغر دم بيا جديد الحكومة وعلى قدر تري كذب النبي موسى وقتي يسي إلا هدي الغر نجي الله يتونات وحد جديد الحكومة إني منك سميتي قال له يا كم ده سميتي قال وان بغر تدري رب إسرائيل والنبي داود الملكي سي بغر قال عالمي جاها إيه سليمان كو اللي بدأ دب عليه من السلام معناها دقال مسلم عن سكوت ريا دتك سميت جاها بقول كي كلا لورنجري نبي كان نصر إيه بابليون الحكومة جري إيه جروسلم يومي يمد مساجد بيت القدس كوي إنك خوخي سكونها إيه دويدا خمسة بابليون إيه لورنجري صلى الله معها كدي إسلام كمر كوي يمد خلافة دي أو هدول هيدير هو يهي يجونا نها عربتي ماركتي سميتك هيدا يا رجدا إن عرب ورد من سميتك ما عربت كونفريدا سركود وحميتك يلنتي هوري إن يقوم إذا كفر عمي سيدا الصومالي ذا تكرها يكواس وحميتك حسي يا شيخ خلاف الرشيدين سار هوري تقول شرحي وغبير كي بنو عدنان ورسول كي نسل الله عليه وسلم بنو هاشم وغوسك صوفر عمي كورنا نبي اسماعيل كي هي نبي اسماعيل لا نبي إبراهيم باردالي سميتك بوها نبي اسماعيل لبتيز هي عربي قلب بريق وحانا عربي بريق قبيل عرب ودنك دقنا مكة مركة oo loorinjiri jirum marka een khulafa raashidiin iyo abbasiintii maawintii kulli qarnigii 20aad ayaa waxa marka ay iyagana samitigii xukunkoodi dhamaaday kadib laga soo bilaabay qarnigii 20aad ilaa dhamaadka dunida waxa xukumaya waa yaajuj iyo maajuj waa waqtigoodi soo xagarteen maaha waa sababta Alle subhanahu wa ta'ala marka maalinkii darbiga jabiyo markii ilaa yimaado yaajuj maajuj la siidaayo maalinka maalinka dambe way isku korri doonaan sida darteed sidii mowjadaha badda oo kale hirbeer buu kuri doonaa ilaa laga gaaro buunka lagu afuufo kuwa ugu dambeeya Nabi Ciise Cali Islaam soo wari doonaa waa qabiilkii Yajuujka ee kuwan hadda cadaanka jabin doona waana Shiinaha Shiinahana casharadii hore ka daawo inaan ii sheegay qabiil Hans loo jiro kuwa ugu xun bay ahaayeen Yajuuj iyo Majuujka soo akhiir wax garateen maqalka hadda waxaan inta soo macnaa aayadaas ruuxaantii inay ku saabsan tahay qaryadaas inay tahay Baydul Qudus waxa soo celiyay ay yihiin boqortooyadii Britishka oo iyagu magaan beeraha u qaatay sida yuhuudi sida nimankii khasaar galay jiray oo yuhuud noqday qarnigii 7na qarnigii maareeytay nabiga sallallahu alayhi wasallam 110 sano kadib qarnigii adigu isteedad bartamisi diinta yuhuud qaatay sirku khasaar galay jiray ayaguna loo baxay Israa'iil ayay nimankii saddexda qabiil anglo-jutsi saxon loo baxay British maahayo
صباح قرتين ما غيري تذكي حسوقة هاي النيتف بريتسك آيلان كانوا وي حسوقين ميلا الله ماشي تقان الشعب كده كان بي حسوقان بلكين إيقاتان مبعودين بيقاتان صباح خير وحا قرتين ما معناها مركوان سيين قبيلة داني أيهم كوة سوعلي يجي لو كان قبصدي آيدا سنة حقيقيا حقيقيا وحي موجينيسا وآيد مارك تلاي إلهي بعلمي وحوي وعد كلام مشي بكرتو إن ماركتي آخر السبعين خير بن إسرائيل كل وسوع عندهم سورة الإسراء بفجرتها والله يوافير سبحانه وتعالى فين بتبع الدنيا تصل نقطة أن لو عم تصل نقلنا أنا عيد من مسلم على وصوب عند دورا حتى أنا هنا تبعنا يا وادرك تاوي اللي واحد سوق لها وحد ما يسكع عادي هاي علم ده إن أيام مسكع على جايز ده هو إني ممكن سار دين شيء وجوز ترك لورن جري أيام مسلمين تهاي سنجري ودم كل واحد مساجد المسلم كبرش كتاعي خرابي علماء دي ابن تيمية علماء دي وبناي عرب تاعها ونوي حسوقين ولبود يوم ضد كترك جها دقري أنا هاين قبيلة ولا لذ يجي ما جوا جميل ترين وكان سخاري يترتر كي ومنقول كي مركي بمس عرب تاع حسوقين حسوقين فلسطين وطن قال لي رادو حكوا جبين يمكن كل ورد جي مملوك عليه وعدون وإسلام سأربي أو مصر هايستي أو يقولون ضد تركيا يا جبي مركا عيدنا ويكف عناين لكن حاجة دين دي عقيدة وحواي معناها خطركم هاي مركا لقيتها هو دور علماء ماركتي دي هدول يقولوا إساس قال الدين دي وحتركم يعني مركا يا بن إسرائيل كوسا قال بغضي طبعا كيف حسيو عليه بريتسك يا فرانسيسكا الله دون واي يا جوج وما جوج آيدون إساس إسكو قواتي أخياري مركا سبحان وحرجينا يا أخياري إن أدمانت عشر كايرة فانتين أو سؤال شيء سالك عقب حضو قرية ذا حتى الملك لكو علي ولي سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا يفتح ياجوج وماجوج وكل من حد بينسلون قرية ذا سوى بيت القدس تتكلم سوء عليه هل كده اللي هلاقينا وارهي بن إسرائيل كي ويوت نقضي وحان سوء عليه قبيل كلو ياجوج وماجوج سيرة يري سبحانه وتعالى إلا وفر ياجوج وماجوج لمن كان بريتسكا يا فرانسيس كنا ويا ياجوج وماجوج نيتنا ويا ياجوج وماجوج شكي من جيرانك صباح قرتين ما خير وحاني وعي المبارس يرسير جانسو ذي أخياري لباطن صنبوط وقت دير بيقو قادتي معناها إن قرآن كي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي تاريخ ذي سواف جي كل قود نبوا سوافقين يا جوج وما جوج وقت قود بالمجرى حقيقين إنسان الشيء لو جير أخرى إلا غرني الله وطرنات إلا دين اللي قاها لقي ووقت يا جوج وما جوج إن سميتك دم بعرب دم بمارك يا دولة يروي هاي ما تطلب حميتك أو أدير حكومة بجيرو على كود وارد عن وخلاص أنا مش شيء مهديك مركو الله سو صار سبحانه وتعالى والنبي عيسى على سوء بيو أي مسلمين تحكمين دونا هاسي يشو وقتها النبي صلى الله عليه وسلم عربت وادا دير والله سوق دونا انتو وسن نبي عيسى صلى الله عليه وسلم وعلمك الإله لانا قرن سوى غيره حقرتين معه كلك يمكن حتى يود الشيكتين ما انت يود حكومة أسل كتب بن إسرائيل معها ويافس بك سو جيدان أما جابت إنجليز قلوير هذا ويلكي زدعاد النبي النوح وأنا نمان عدانا أو يهود قديم دي يهود قاتي كوفيد الناس كشتاي أو قبيلة بن إسرائيل أنت قطعين أو يقولوا سدان أو سدح قلين يري في بن إسرائيل بار معي مركا وقت جي يجيج ما يجيج بالوجراء وحرجينا يا خير عشر كائن هذا شيء وفانتين وحي سؤالكم انت جينا ونسود بينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيد عبد الرحمن الشيخ حسن غيد الله خير انت نقول بدونه فلنتو بنكسر يو اسمك الكروحي سلام إن شاء الله